السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة المرحلة الثالثة، دراستين الصباحية والمسائية. نكمل اليوم المحاضرة الخامسة من سلسلة محاضرات علم الاجتماع الطبي، فأهلا وسهلا بكم. أعزائي الطلبة الكرام، سوف نبدأ اليونت 5 اللي هي المحاضرة الخامسة، وسوف نتناول السوشيال بروبلمز، هي المشاكل الاجتماعية. المشاكل الاجتماعية، نأتي إلى تعريف المشاكل الاجتماعية. المشاكل الاجتماعية، a social problem is a social condition that has negative consequences for individuals, our social world or physical world. زين، المشاكل الاجتماعية أو المشكلة الاجتماعية هي حالة اجتماعية اللي إلها تأثير وعواقب سلبية على الأشخاص، على المجتمع، وتكون ملموسة social problem has objective and subjective realities. ال social problem إما تكون ذات واقع موضوعي اللي هو objective، أو تكون ذات واقع ذاتي. هسا نشوف شنو ذاتي وشنو موضوعي. الواقع الموضوعي objective reality of a social problem comes from acknowledging that a particular social condition does not does negatively impact human lives. هنا الواقع الموضوعي انه المشكلة موجودة، الاكو اقرار. شوفوا from acknowledging بالسطر الاول من الـ objective reality comes from acknowledging، يعني اكو اقرار واكو اعتراف من المجتمع انه اكو مشكلة، حالة اجتماعية تأثر بشكل مباشر على حياة الانسان. هذا المفهوم الواقع الموضوعي. اما الواقع الذاتي subjective reality of a social problem addresses how a problem becomes defined as a problem. Social problems are not objectively predetermined. They become real only when they are subjectively defined or perceived as a problematic. The perspective is this perspective is known as social constructionism. يعني معناها بالنوع الثاني، اللي هو الواقع الذاتي، انه كيف المجتمع يفسر هذه المشكلة، كيف يفسرها ويعتبرها مشكلة. يعني في 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 نضرب لكم مثال. مثلا في مجتمعات، ترى ان 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 شرب الخمور هو شيء طبيعي مثل ما موجود بالدول الغربية، في حين في المجتمعات الشرقية المحافظة انه شرب الخمر يعتبر مشكلة. فكيف معنى الواقع الذاتي، كيف المجتمع ينظر لهذه الحالة الاجتماعية، هل يصنفها هي مشكلة او كشيء طبيعي؟ هذه تتبع الكلتشر، ثقافة المجتمع. The elements of social problems. عناصر المشاكل الاجتماعية أو المجتمعية. Number one, they cause physical or mental damage to individuals or society. حتى نعتبر هاي المشكلة إنه مشكلة موجودة بالمجتمع، إنه تسبب، لازم هاي المشكلة تسبب يعني مشاكل للجسد أو للعقل الأشخاص أو للمجتمع بصورة عامة.
نمبر 2 they offend the values or standard of a large segment of society. المشكلة نعتبرها مشكلة، طبعا احنا ضمن طبيعة المجتمع، الشيء الطبيعي الماشي ضمن الكلتشر مال المجتمع، إذا ما تخترق يمين يسار ما تعتبر مشكلة، بس عندما هذه المشكلة المشاكل الاجتماعية هم تظهر وتعتبر مشكلة اجتماعية، عندما تسيء أو تخترق القيم والمعايير الموجودة بالمجتمع، وما على مستوى يعني فئة صغيرة من المجتمع، لا of a large segment of society، على يعني تأثر على غالبية المجتمع. Number three, they persist for an extended period of time. هذه المشكلة تكون يعني معضلة، ويعني هاي الحالة السوشيال كونديشن ممكن نعتبرها حالة اجتماعية قبل ما تكون مشكلة، هي ما تعتبر مشكلة عندما تمتد هذه المشكلة، تكون الفترة طويلة، يعني مرات تظهر مشاكل بالمجتمع من خلال العلم والثقافة والمراكز المراكز الطبية أو أندية الشباب، من خلال الرياضة تحل هاي المشكلة، من خلال الأويرنس الإدوكيشن الناس تنحل من خلال يعني أي مؤسسات. إذا هاي المشكلة استمرت الفترة طويلة من الزمن هي تعتبر مشكلة. Number four, they generate competing proposed solution from different groups which delays reaching consensus on how to solve a problem. إذا تعتبر الحالة أي حالة اجتماعية إذا بها قادة المجتمع أو أصحاب القرار تقسموا إلى أقسام، شخص يقول هاي مشكلة أو مو مشكلة، وشخص مثلا يعطي حلول معينة وشخص آخر يعطي حلول أخرى، فإذا كان أكو تضارب بالقرارات حول هذه الحالة تعتبر مشكلة. Social problems. سوف نتناول الكرايمز الجرائم كأول مثال من المشاكل الاجتماعية أو المجتمعية. الكرايمز broadly as behavior in which individuals obtain resources from others via force, fraud or theft. Crimes usually are defined as act or omission forbidden by law that can be punished by imprisonment and or fine. يعني معناها الجرائم هي معناها أي سلوك يكون غير مقبول بالقانون ويكون حصول على الموارد اللي يحصل عليها الشخص المجرم عن طريق القوة أو التخويف أو السرقة، وممكن هاي عقوبة هاي الجرائم ممكن تكون حسب الدولة، حسب قانونها أو الدستور الدولة ممكن تعاقب عليها بالسجن أو الغرامات، وممكن بعض الدول حتى ممكن يعاقب بالإعدام. من الأمثلة على الكرايمز المردر الروبري البروغلاري الريب الدرونكن درايفينج child neglect and failure to pay your taxes all are common examples. يعني من ضمن الأمثلة على الجرائم هي القتل والسطو المسلح والاغتصاب والدرنكن درايفنج، يعني الشخص اللي يقود سيارة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، وإهمال الأطفال يعتبر في بعض المجتمعات هو جريمة، أو عدم الانصياع للقوانين ودفع الضرائب هي أيضا تعتبر جريمة. كل هذه all are common examples، كل هاي تعتبر من الأمثلة الشائعة على الجريمة. طبعا الأسباب الـ causes أسباب الجرائم poverty عندما الإنسان يكون فقير، inequality عندما الإنسان يحس أنه ما موجود عدالة بالمجتمع، disturbed families العوائل المتفككة أو يعني عندهم مشاكل مثل مشاكل الزوج والزوجة ممكن تخلق أنه الأطفال يكونون لا سمح الله مجرمين،
inadequate socialization انه هذا الشخص ما ينزج بالمجتمع ويختلط بالمجتمع، ايضا هذا اذا ظل معزول الشخص طبعا ايش بده يكون عنده good socialization يعني يختلط بالمجتمع عنده اصدقاء، تكون الصحة النفسية لذلك الشخص جيدة، وبالتالي تقل تصرفاته وسلوكياته الغير مرغوب بها. And the presence of crime, criminal opportunities all seem to be important collateral of crime. أو يعني أكو بعض المجتمعات متفككة وبيها فرص إنه الشخصية تميل إلى إنه تكون إجرامية. كل هاي الشغلات تسهم بحدوث الجريمة. The second problem or the second social problem is unemployment، يعني ما يسمى بالبطالة. البطالة هي مشكلة اجتماعية شباب، البطالة مشكلة اجتماعية شائعة ليس فقط على مستوى العراق بل حتى الدول المتطورة. ليش؟ لأن السكان في حالة تزايد، فال governments in developed and undeveloped countries alike these days face the mounting social problem of unemployment. يعني مثل ما حكينا إنه الحكومات بالدول النامية وحتى الدول الغير نامية أو البلدان يعني تكون مستوى الصناعة والزراعة عندها مهمل تواجه مشكلة اجتماعية كبيرة اللي هي البطالة. Unemployment has become one of the major social problems. البطالة طبعا هي مشكلة تسبب خلخلة، حالة اجتماعية تسبب خلخلة وعدم ارتياح نفسي لمدى المجتمع، ولذلك ينظر المجتمع على انها مشكلة، لأن الإنسان كيف يحصل على مستلزماته بالحياة واموره واكله وملبسه من خلال انه يشتغل في مجال ما ويوفر الريسورسز الموارد الاقتصادية له ولعائلته. The employment are those who the unemployed يعني الاشخاص الغير موظفين هم شنو تعريفهم؟ are those who currently in search of a gainful job and are dependent on somebody else for their living. هم الاشخاص اللي الاشخاص اللي يعانون من البطالة هم الاشخاص اللي هم حاليا يبحثون عن عمل يحصلون على رزقهم من عنده مثل ما نحكي ونقول بالعامية، أو اللي يكونون معتمدين على حياة بحياتهم وعلى المصادر الموارد الاقتصادية بحياتهم وأكلهم وشربهم معتمدين على شخص آخر. There are other categories like the unemployment underemployed. These are those who are engaged in a job that does not match their level of expertise or training. يعني أكو أشخاص هذول اللي يعني عندنا ناس موظفة أو عندهم فرصة عندهم عمل، وعندنا ناس بطالة ما يشتغلون، وأكو أشخاص يسمونهم الأندر إمبلويد اللي هم أشخاص عندهم فرصة عمل لكن هاي فرصة العمل ما تناسب خبرتهم وشهادتهم، فيشتغلون بمحيط يكونون هم يحسون إنه عندهم مشكلة. هو يشتغل بس مو يشتغل بالمستوى، مثلا هو يشتغل بشغلة مستوى شهادة إعدادية أو خبرة سنتين، أوكي، وهو شهادته مثلا دكتوراه أو ماجستير وعنده خبرة 8 سنوات، فيعني يريد شيء يعني يليق بالمهيلات ماله. فإذا كان ميل عدم تكافؤ بين الشغل اللي يشتغله مع خبرته و التدريبات اللي تلقاها والشهادة مالته، يصير أيضا بداخل هذا الشخص أنه مشكلة أنه ما يشتغل بالشيء المرغوب. ليش؟ لأنه ما راح يحصل على دخل يكون يليق بخبرته وشهادته. The third social problem is
Youth and Drug Addiction اللي هي الشباب ومشكلة الإدمان. يعني الشباب، ايش ذكرنا هنا الشباب؟ لأن الشباب بعد مرحلة المراهقة أو مرحلة المراهقة إلى قبل مرحلة البلوغ الأدلتهود يكونون أكثر عرضة إنه نفسيا يكون عندهم مشاكل نفسية بحكم النضج وما يسمى بالمراهقة، فيكونون من أدنى شيء بالحياة يتأثرون نفسيا، وذلك هم يكونون more vulnerable to misuse of alcohol and other substances، يعني يكونون أكثر عرضة أو مؤهلين إنه يدمنون ويصير عندهم إدمان على المواد المخدرة وكذلك العقاقير المخدرة. The problem of drug addiction is now a number one social problem. يعني حتى مجتمعنا العراقي أصبحت هي مشكلة شائعة. Particularly in developed societies, the problem is becoming rampant in the world as well. It is now common to hear from the electronic media and to read from the print media that the tradition of drug usage is growing when in many large urban centres and the country. In the country, many have become dependent on the stimulant drug, and it seems that without it, some fail to efficiently carry out their tasks. يعني شباب بس يشوفون مثل ما يشوفون، يعني أصبح إنه الإدمان على المخدرات والعلاجات أصبح الشيء سهل. ليش؟ لأنه غياب الرغابة، غياب الرغابة وهذا الانترنت ومشاكله والسهر. يعني بعض الشباب يصير عندهم مشاكل بالنوم فيبدون يتعاطون بعض المنومات والمسكنات وكذا، وتنشأ هذه الظاهرة. فهي مشكلة اجتماعية بارزة. The last social problem، يعني المشكلة الأخيرة أو المشاكل الأخيرة من المشاكل الاجتماعية هي number four growth of urbanization urban poverty housing problem homelessness and begging. يعني مشاكل اللي هي فيما معناها مشاكل انتشار الأحياء الفقيرة أو ما تسمى عندنا بالعامية التجاوزات. نجي نشوف إيش بيها. The problem of urban slums increasing poor quality of life and poverty, shortage of basic social services such as clean water, electricity, communications facilities, housing, etc. and the growing rates of crimes and deviance. Urban slums are centers for undesirable social behaviors such as theft, robbery, drug trafficking, and use, and lastly, sanitation problems. Also, begging itself has become a major social pathology in some large urban centers. فيما معناه شباب انه هاي مشكله انتشار الاحياء الفقيره وما تسمى عندنا بالتجاوزات انه تزيد انه هاي الاشخاص اللي عايشين بهذه التجاوزات او الاحياء الفقيره انه يكونون ما يحصلون على الخدمات. مثلا تلقى هاي الاحياء بدون ماي وبدون كهرب، او عندهم سوء الصرف الصحي، ما عندهم وسائل تواصل، ما عندهم كهرباء، ما عندهم ماء نظيف الى اخره. هذه المشاكل هي بحد ذاتها تدفع انه هذول الاشخاص يكونون يحسون بالانيكواليتي، بعدم المساواه اطفالهم، فينشؤون نشأة على انه ممكن ينحرفون، لانه ما يشعر انا عندما اشعر بمجتمعي ما حصل على حقي او عدم مساواه راح تنشأ مشاكل. ما معنى انه هذا كلام انه كل العوائل الفقيرة انه تنحرف؟ لا،
الغالبية، يعني اكو عوائل هي فقيرة وكذا وكذا وعايشة بتجاوز، بس هي عائلة على بالعامية مضبطة واطفالهم يوصلون التعليم وكذا، بس هاي ظروف الحياة ووضع البلد، يعني انه بس بصورة عامة انه الاشخاص اللي ينشؤون بهيج احياء راح يكونون عرضة انه ينحرفون الاطفال، ينحرفون الاطفال. يعني هسه مثلا بهاي من التجاوزات مثلا نوجد نلاحظ ظاهرة موجودة على مستوى مدينتنا، مدينة الموصل، انه موجود بكثرة اطفال تشوفهم بالتقاطعات، تقاطعات الطرق، يتسول بطرق عديدة. يعني مثلا يبيع حلويات او العلك ويقول لك عمو عمو الله يحفظك اشتري من عندي، هذا نوع من التسول. يعني هاي وراها مشاكل، يعني مثلا هذا الطفل ايش تلقي عنده تسيب من المدرسة، هذا ما ممكن الطفل يدرس ويبيع، لا قلما، بس هذا راح حتى لا يدرس، حتى لا يدرس راح ما يكون مهتم بالدراسة وهاي الأمور، لا، إنما لأنه هو نشأ بمجتمع أو بحي فقير وبتجاوز، ها ما عنده حقوق، الفقر أدى بيه إنه يتسول إما مباشرة، يعني تسول يعني مباشرة إنه بالعامية يقدي، أو يبيع شغلاته عن طريقها، يعني حسب الطريقة اللي يريد يحصل بها الموارد حتى يعيش. هذه كل الأمور، كل الأمور هذه تبعث إنه هاي مشكلة اجتماعية، يعني نلمسها، يعني نلمسها هاي المشكلة الاجتماعية، مجتمعنا نلمس إنه بالتقاطعات الأطفال، الأطفال بنين وبنات يقدون، هاي مشكلة اجتماعية، فهذه مشكلة اجتماعية موجودة بالمجتمعات. Thank you for attention. شكرا لإصغائكم، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المحاضرة، ونترككم على أمل اللقاء بكم في محاضرة جديدة من محاضرات علم الاجتماع الطبي.